الهالوين؟ لا بصراحة ما نعرفش. عن الايه؟ هالوين. عن ايه؟ هالوين. هروين؟ مش عارف الهالوين ده ايه. بعرف انه الناس تتنكر وتلبس حاجات غريبة يعني. حلوان؟ حلوين. الحلوين انا ما اعرفش حاجة عنها. اللي هو بيتحط بلالين مثلا وترافع الكلام دوت؟ مش عارفين والله ايه يعني متفاهمونا. طيب نقول هو عيد بيحتفلوا بيه برا مصر، هو زي حفله زي عيد تنكري، بيتنكروا دايما في اشكال مرعبه او كويسه عشان احتفال عادي بيحتفلوا بيه. ايه الهالوين ده؟ ايه الهالوين ده؟ الهروين ولا الهلوين اللي هم بيشموه ده؟ قلت لك الاولاد والبنات مش الكبار يلبسوا لباس خاص ولباس مرعب، صح فهمتيني؟ ويمشيوا للديار المنازل، يعني المنازل تاع السكان ديال الجيران، يعطيهم هديه. هو عيد بيبقى فيه اللي هو انا افلام الانجليش بس بتفرج عليه، اللي هو خدعه او محلوه والكلام دوت، والقرة العسل اللي بيحطوها على دماغهم بس. هو احتفال تاع البنات والاولاد، لبسوا كوستيومز و تاع سوبر هيروز ولا ويفوتوا على 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 المساكن ويعطوهم حلويات ولا هدايا. هذا ما كان، واش نعرف على هالوين.